أقامت القناة العراقية الرياضية مجلس عزاء لفقيد الإعلام والرياضة الراحل عدي حاتم الذي وافته ألمانية أثر حادث مؤسف فجر يوم الأربعاء الماضي. وأقيم مجلس العزاء في قاعة مسبح الشعب الدولي في بغداد وسط حضور كبير ضم شخصيات رياضية وإعلامية وسياسية وأمنية، فضلا عن حضور عدد كبير من الجماهير الرياضية ومحبي الراحل عدي حاتم. تتعثر الكلمات، ما عسى المرء أن يقول يعني في هكذا مصيبة. وعندما أقول مصيبة، القرآن يعبر عنها مصيبة، يقول إذا كنتم غزا وضربتم في الأرض وأصابتكم مصيبة الموت. أنا أعتقد أنه فقدنا لهكذا شخصية صاحب قلب كبير، يعني فضلا عن إمكانيته اللي لا يدانيها أحد. يعني عدي حاتم يعني أيقونة بالإعلام، أنا لطالما كنت من ألتقي، كنت دائما وكان يعدني، يعني الآن بعض الأخوة قال أنا أستطيع يعني أحقق لك الوعد اللي وعدك، قلت له أنا أحب أجمع كل هذا اللي تتفوه به وتتحدث به، وأحب أتثقف منه وأحب أسمع منه وأحب أتربى عليه، لأنه هذا رجل إمكانية كبيرة. اترك إمكانيته، قلبه الكبير اللي ما اعتقد عنده اي مخاشنه مع احد في كافه ارجاء المعموره، فضلا عن الواقع الرياضي اللي كله يعتز بعدي حاتم. اليوم احنا بصراحه متلومين ومكلومين، لانه عدي يعني كان يمثل شيء الكثير من خلال قلبه الكبير وسعه صدره وامكانيته العاليه وحضوره الفعال والمبهج في جميع المناسبات. الكل يتطلع الى عدي، عدي يقدم الاخرين حتى مثل يثرون او يقدموا كلماتهم، لكن المتعه الحقيقيه هو بتقديم عدي. اليوم احنا بصراحه بدون عدي احنا ينقصنا شيء الكثير. اعزي شبكة الاعلام العراقية وقناة العراقية وقناة العراقية الرياضية بهذا المصاب الجلل بوفاة اخينا العزيز الغالي رحمة الله عليه الاخ عدي، وبالتالي يعني التعزية طبعا هي ايضا للوسط الاعلامي والوسط الرياضي على فقدانهم للاخ العزيز والاعلامي الكبير عدي حاتم. حقيقة كان نبأ فاجعة بالنسبة لي عندما تلقيته، وبالتالي بادر على الفور، يعني كنت هاي قالوا لي انهم يعني صارت نتيجة حادث مؤلم، فنسأل الله ان يتغمد بفسيح جناته وان يلهم اهله وذوي ومحبي الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون. ايضا اليوم يعني واحنا في هذه الفاجعة، فاجعة اخينا عدي، اليوم خبر اخر نعزي من خلال الوسط الرياضي وكل أبناء شعبنا بوفاة أخونا العزيز والكبير شرار حيدر رحمه الله، اللي وافته المنية أيضا قبل ساعة تقريبا من الآن. نسأل الله أن يتغمدوا في فسيح جناته ونيلهم أهل الصبر والسلوان، ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا هو مصاب كبير، يعني رحيل الأخ عدي هو رحيل لكل الصحفيين العراقيين، لأنه كان إنسانا نبيلا ومهنيا ومحترفا وخلوقا، يعني يحمل أخلاق عالية. لذلك فقد عدي بهذه الطريقة السريعة، يعني هو أمر الله سبحانه وتعالى، لكن فقد بهذه الطريقة السريعة جعلت زملاء جميعا، جعلتنا جميعا أيضا نحزن كثير، لأنه مثل ما نقول يعني ما شبعنا شوف من عنده، يعني لو كان مصاب أو مريض تختلف القضية. تعازينا لذوي الفقيد العزيز الغالي الأستاذ عدي حاتم ولكل الوسط الإعلامي والوسط الرياضي. حقيقة إمارات الحزن واضحة على الجميع بهذا الفقدان السريع الذي لم نكن نتوقع، ولكن هذا أمر الله وهذا هو القضاء المحتوم. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. عدي كان حقيقة رسالة شفافة، رسالة صادقة، كان هادئ جدا ومحترم وصادق في نقل كل الأحداث الرياضية. عدي كان قريب جدا من قلوب كل الرياضيين وكل الإعلاميين، وهذا الحضور حقيقة الكبير وعلى كافة المستويات تأكيد لمعاني عدي حاتم الذي كان إنسانا حتى قبل أن يكون إعلاميا أو إعلاميا رياضيا. وبالتالي نقول الحمد لله رب العالمين وإنا لله وإنا إليه راجعون. شمس بنت الراحل، شمس بقى الله وخليك على منهج ابوك ان شاء الله، انت مثل ابوك ان شاء الله، نشاهدك ايضا قامه اعلاميه، ويا رب التوفيق وتكونين مثل ما يقول قدها وكفو ان شاء الله، ويا رب البركه بيك ان شاء الله. ان شاء الله.
اليوم شلون شاهدين هذه اليوم الجموع اللي تواجدت بحضور وعزاء المرحوم عدي؟ حبيبي كابتن عذراً يعني هي شوفة طويلة، ترى عمرها 13 سنة يعني لا. يعني كلش مصدومة يعني أمانة، حتى أنا ما حبيت تجي توصل ليش مكان. يلا إن شاء الله. بس لوجودكم يعني أمانة كل الرياضيين والأخوة الأعزاء طلبوا إنه يشوفوها الشمس، لأن هو أكيد يلهج باسمها دائماً. طبعاً. شمس هي حياته، فإن شاء الله أنا يا أخوه الأكبر وهاي شمس بنتي، وأطمئنوا جميعاً يعني شمس بيتي وبنتي، سواء هي او مشمس اكيد، واحنا ناس تعرف احنا مجتمع عشائري وقبلي ويعني هاي الامور اكيد، فان شاء الله انا يعني اعاهدكم انه ما تكون محتاجه اي شيء زين، لان هذه بنتي حالها حال بقيه بناتي، انا يعني عندي سبق وقلت 3 بنات، هاي بنتي الرابعه، فاشكركم واكرر شكري لكم، اكرر شكري لكل الاخوان، لكل الحضور، لكل الكادر، امانه ما قصروا نهائيا، يعني ما عذروني الاسماء يعني يمكن ما حافظها، لكن الوجوه الطيبه هاي كلها يعني حفرت، والله احنا يعني صار العزاء بدياله والكل بدياله يشيدون بكم ويشكروكم، وحملوني امانه انه اشكركم جميعا.